يوم الأحد 31 آذار 2019، إحنا في محل اسمه مغارة الشيخ وهيب، في اللغة العبرية بيسموه مغارات بار. سبحان الله، فصل الشتاء من ورانا، إحنا في الأسبوع الثاني من فصل الربيع. المغارة مثل ما الكل شايفين مليانة مي، هاي ظاهرة اللي هي غريبة ونادرة في الفترة هاي، صارت في فصل الشتاء قبل حوالي شهر ونص، أما إنه تصير بفصل الربيع منظر على شكل هذا إشي نادر. إذا دل على إشي بدل إنه هاي السنة كانت سنة خير وبركة، الأرض رايبة، الأرض ملانة مي، ومع الشتاء اللي صار في اليومين الأخرانيات رجعت البركة انتلت والمغارة انتلت، ولسه بدها على الأقل يومين للمي هاي ترجع تنزل تحت الأرض، والله أعلم وين توصل. سبحان الله، قال ألا أن تسبح الله. بعد مرة إحنا موجودين في مغارة الشيخ وهيب بالقرب من مستوطنة سعسع من قرية خرفيش، لأن على الشمال مش مبينين من الطيطة، لأن جبل عداثر وجبل الطويل اللي هن الفاصل بين المنطقة وين إحنا موجودين وبين خرفيش، وعنا على اليمين مستوطنة سعسع كيبوتس اللي كانت قبل 48 مستوطنة قرية عربية، واحنا بالضبط في منطقة الجليل الأعلى على الحدود